في حاجة مستغربة، حياتك بداية وانت عندك 9 سنين، ده ايه حب الفن الكبير قوي ده؟ ما هو انت ممكن ومسرح كان برضو صح يا استاذ محمد؟ ما علشان ابويا كان بيشتغل في المسرح فانا بروح وياه فبتفرج، حبيت الحكاية دي زي اطفال تانيين اتفرج اول مرة على سينما حب السينما فبقى نفسه يبقى فيها، زي حتى في الشغلانات العادية ممكن ولد ابوه ترزي فيقعد كده او بتاع يبص ويقول له هات لي دي واعمل دي. طب حياتك وانت صغير ما كنت بتروح مع والد حضرتك، مين اكتر فنان كنت بتقعد تتفرج تقول الله ايه الجمال ده انا عايز ابقى زيه؟ انا كنت بتفرج كتير وما ما لفتش نظري حاجه خالص، لحد يمكن ما كنتش دخلت المعهد بس كان يمكن عندي 14 سنة 15 سنة، بمثل في فرقه والدي، بمثل في على مستوى الهواء في مراكز الشباب الجزيره بالذات، وبدات كنت بتفرج على سيده الجميله استاذ فؤاد مهندس، استاذ فؤاد ومدام شوش والعباقره كل اللي بيمثلوا فيهم، عم حسن مصطفى وعم جميل عبد الله فرغالي، كتير اساتذه فلما وانا بتفرج كده استاذ فؤاد عنده كاريزما جامده، بس كمان احنا متعودين على الاستاذ فؤاد من السكرتير الفني وانا وهو الضحك الجامد، هو عامل كمال بيت طاروتي والمشهد اللي لفت نظري جنبه واقف اتنين جداد اياميها سيد زيان وفاروق فلوكس وبيضحكوا والاستاذ واقف ضحكش انما يقول كلمه واحده وصلني كلامك شانس اف بيديهم فرصة سايبهم مع ان نجم غيره وبحجمه ممكن يقول عليهم ضحكة اكتر من كده، لا هو حافظ على الشخصية. ده اللي انا اتعلمته بقى بعد ما دخلت المعهد وبقيت مخرج، ازاي ان الممثل يحافظ على الشخصية وما ينجرفش ورا الافيه ورا الضحك. انا ممكن ابوظ، كنت اتخانق مع ممثلين عندي عشان هو هيسمع ضحك الناس فيقول فالموضوع يعجبه ويبقى عايز يزود في الافيه طول الوقت عشان ياخد ضحك، ممكن يبوظ شخصيته ويبوظ شغل الناس او يبوظ زميله موقف زميله.